بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعه هنبتدي نستخدم ايه طريقه من طرق فصل المخاليط، وهي الجذب المغناطيسي. انا معايا مغناطيس قوي يا شباب زي ما حضرتك شايف بالشكل ده، تمام. وانا عندي هنا خليط، ده مخلوط من براده الحديد والرمل. ايه يا مستر ده، انا مش شايف حاجه. ما هي حضرتك كده، انا بقول لك ده براده الحديد ورمل، واحنا لسه خلطينهم قبل ايه، قبل ما نصور على طول. هنفصلهم ازاي؟ اقرب منهم المغناطيس. ايه اللي بيحصل؟ هيقوم المغناطيس بجذب برادة الحديد لأنه مادة مغناطيسية، ولا يقوم يا باشمهندس بجذب الرمل لأن الرمل مادة غير مغناطيسية. نجرب كده رجالة، يلا بص كده حضرتك، بص قرب 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 كده يا دكتورة، بص حضرتك ازاي، شايف شايفين يا جماعة؟ البرادة بس هنا بتنجذب، شايفين؟ والرمل لا ينجذب. حتى هتلاحظ ان لون الايه؟ لونه اتغير، لون الخريط نفسه اتغير، صح كده يا باشمهندس؟ اصفر. ده اتملت. تعالى بقى نجيب مغناطيس تاني حضرتك، نفس على فكره ده مغناطيس متغطي بايه، بص حضرتك ازاي. يلا تمام، شايفين يا جماعه؟ الله، ده انا فصلت البراده كلها. شفت عامله ازاي؟ عامله كده ليه يا مستر؟ دي شكل خطوط المجال المغناطيسي اللي بتتكون حول المغناطيس. شايف يا باشمهندس ازاي؟ انا كده قدرت افصله. استخدم الجذب المغناطيسي لفصل المواد المغناطيسيه عن المواد الغير مغناطيسيه. تمام، يلا باي.